مستشفى الدكتور سليمان فقيه، طريقك إلى الأمل. توجهنا بأنفسنا لتجربة آلة الكشف الطبية إنديغو بايوفيد العاملة بالطاقة الحيوية. بعد بعض الأسئلة العامة عن الصحة، يوصل الجهاز إلى اليدين والرجلين والرأس، حيث تقوم الآلة بقراءة شاملة للجسم خلال 15 ثانية فقط، وتقوم بعد ذلك بأكثر من 11,000 فحص خلال 3 دقائق عن طريق ذبذبات الجسم الكهربائية، لتعطي نتائج كثيرة عن حالة الجسم الصحية، كما يؤكد الدكتور بيرفيز راشفاند. هذه الآلة مفيدة جدا في أي مركز طبي، لأنها تعطي لمحة عامة عن حقيقة الصحة في جسم الإنسان وكيفية أداء الأعضاء المختلفة فيه، المواقع الضعيفة والأخرى الحساسة، وتوازن المغذيات، فتلهم الناس في طريق معيشتهم لصحة أفضل. تكشف الآلة عن مواقع القوة في جسم الإنسان ومواقع الضعف أيضا، وتبين الحالة النفسية للمريض ومدى ارتباطها بالأمراض إن وجدت. فعلى سبيل المثال، تبين أني عاطفية وأتأثر بالمحيط بسرعة، وأن جهاز المناعة يضعف في أوقات العصبية على حد قوله، وخلص أيضا إلى أني أتناول الكثير من الكافيين الذي يتعب الكبد في حال زاد عن المطلوب. فأعطاني الطبيب مكملات غذائية تساهم في معادلة الجسم وقلبه من الحمض إلى القلوي. العلاج الذي نقدمه آمن للغاية وليس له عوارض جانبية، وهي مرخصة من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لمعالجة التوتر، وبإمكان الجميع استخدامه، حتى الحوامل والأطفال والذين لا يرغبون باستعمال الكثير من العقارات، وتقدم أفكارا للسيطرة على الأمراض المزمنة. تتعدد الطرق العلاجية بالكهرباء وغيرها، لكن تبقى التساؤلات عن فعاليتها في مواجهة العلاجات المعتمدة على استعمال الأدوية والعقارات، لكنها بالتأكيد أقنعتني ولو نفسيا إلى ضرورة تقليل الكافيين في نمط حياتي لصحة أفضل. رشا الكتبي، MBC. مستشفى الدكتور سليمان فقيه، طريقك إلى الأمل.